ابويا راجل عنده 87 سنة، فانا بسأل، انا ساعات بس بتشخط عليه يعني، فعايزة اسأل ده حرام ولا حلال؟ يعني هو ساعات بيضايقني في حاجات. كنت عايز اعرف، هو الواحد لما بيسافر بره وبيقعد فترة كبيرة بره طبعا بيبقى منشغل في شغله وكده، فهل دوت بيبقى عليه ذنب ان هو ما بيعرفش يتواصل مع اهله بشكل كويس في مسألة البر يعني؟ الراجل اللي هو هاجر اولاده سايبهم مثلا في شوارع او في اي اماكن تانية، هل يجوز عليهم مثلا الصدقة؟ يجوز عليهم مثلا انك انت تتبناهم، او ممكن يبقوا في مكان مثلا زي مثلا دار الايتام او حاجه زي كده، ولا ايه الحل في موضوع زي كده؟ موضوع الاب مثلا يستخدم معاه انهي طريقه مثلا بحيث انه يرجع لحضانه اولاده؟ اهلا بكم من جديد، هذه اسئله حضراتكم في هذا التواصل من خلال الكاميرا بينكم، واعود اليك دكتور علي. عاده نجيب على هذه الاسئله بدايه، فاول الاسئله مشاهدة كريمة بتسأل، أبوها عنده 87 سنة وبتنفعل عليه أحيانا، بتشعر بشيء من الحرج اللي انفعلها عليه، ربما يعني هو في السن ده يعني بعض الأمور ما بتكونش مقبولة، أو هو ممكن ما يكونش مدرك بعض التصرفات فبتثير غضبها يعني. كما كانت هي صغيرة وكانت تأتي بأفعال يتضايق منها الأب. صحيح. وكان الأب طويل البال جدا، وكان صدره رحب، وكان بيشيلها وبيطبطب عليها وبينزل الشارع يمشيها شوية لو هي متضايقة، ويجيب لها الحاجة اللي هي بتحبها علشان ما تزعلش. فالحقيقة الأدوار تبدلت، كل ما في الموضوع بس تبادل الأدوار، كل ما في الأمر إنه أصبح هذا الأب الكبير في السن، ربنا يديله الصحة ويختم له بخاتمة السعادة، هذا الرجل أصبح ضعيف وكأنه طفل وبيتعامل على انه هو خلاص عقليته كمان ممكن تكون قلت، ومن نعمره ونكسه في الخلق، يعني خلاص ممكن يكون بدأ في مراحل، يعني خلاص لازم احنا نبقى عارفين بعض الامور ما يركزش فيها طبعا بشكل جيد يعني. لا، لازم احنا نكون عارفين ومدركين ان احنا بنتعامل مع طفل. خلاص، كل ما في الموضوع ان اللي كان طفل صغير اصبح شاب او رجل يافع او امرأة يافعة مدركة تماما، وأبوها الذي كان رجلا يافعا وقويا وعنده طفلة صغيرة ويداديها ويلعبها ويعملها اللي هي عايزاه ويتحمل كثير 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 بسبب هذه البنت، تبدلت الأدوار. فأنا عايز أقول لها، طب أنت لما كنت طفلة صغيرة وكنت بتتذللي عليه وتبكي بغير سبب، هو ما كان يعرف سبب بكائك، كان بيعمل إيه؟ هل كان بيشخط فيكي؟ أبدا ما كانش بيشخط فيكي، كان بيشيلك وبيطبطب عليك وبيعمل لك اللي انت عايزاه ويطول باله عليك. هنا بقى اصبح دورك ان انت تعملي نفس الامر، ولازم نصبر عليه ولازم نسيسه كده بالراحه ونشوف هو عاوز ايه وايه اللي هيريحه وايه اللي هو عايزه، لان هذا هو بر الوالدين. الرجل الذي جاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيحمل امه على كتفه، فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هكذا اديت حق امي؟ قالوا: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ولو بطلقة واحدة من طلقات الولادة ولا انت عملت حاجة. يا رب تشيلها طول عمرك كده لغاية لما هي تموت انت ما عملتش حاجة. صحيح. وعلى هذا احنا لازم نخلي بالنا ان بر الوالدين ليس فقط في حال صحة الاب ولا حال صحة الام، او لما يكون معايا فلوس اعطي الابوية وامي اقول انا كده ببر ابويا وامي وبعمل اللي عليا، لا، بر الوالدين نحن نكون في طاعتهم وفي خدمتهم، ونكون يعني نطول بالنا عليهم على قد ما نقدر، وندعو الله سبحانه وتعالى لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صحيح. الانسان اللي شغال بره ومشغول عن اهله، حلال ام حرام؟ ويقصد فكره البر او التواصل يعني. لازم 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 يكون فيه بر، لازم يكون فيه تواصل حتى ولو عن طريق التليفون. ولكن لو قطعنا البر والتواصل كلية ده ممكن يدخلنا في مسألة قطع الأرحام. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني الانشغال بالعمل طبعا احنا مقدرين كل واحد بيشتغل في خارج بلد وبيبقى عليه هموم كتير وأكثرها الغربة، الإحساس بالغربة، إن هو عايش في مكان ليس له فيه قريب ولا صاحب وما إلى ذلك. ولكن يجب على، وعلى فكرة هو التواصل
يعطيه هو دفعه معنويه لاجاده عمله. فيجب ان احنا نحافظ على التواصل بقدر الامكان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن بقدر الامكان حتى هو يعطي لنفسه فرصه انه يتواصل معاه عشان يعطي نفسه دفعه معنويه لمواصله عمله. حد سايب ولاده في الشارع، والسائل الكريم طرح اكثر من مساله، هل يجوز عليهم الصدقه؟ هل يمكن تبنيهم؟ هل يمكن تبني مساله ادخالهم احد دور الايتام؟ وفي النهايه ختم بسؤال، فكره اقناع الاب بالعوده الى يعني اولاده او انه يحتضن اولاده من جديد. هو في البدايه الذي يهمل اولاده حتى يخرجوا الى الشارع بلا رقيب ويعني يقتر عليهم في النفقه وما الى ذلك، هذا يضيع من يعول. نعم. وهذا مذموم في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ولكن هؤلاء يعني اولاد هؤلاء الرجل على فكره هم أسوأ حالة من اليتيم. لأن اليتيم الذي فقد أبوه اليتم في حد ذاته مرعاه إلى الشفقة. ولكن للأسف الذي يضيعه أبوه أسوأ حالة من اليتيم. ليه؟ لأن أبوه على قيد الحياة والناس عارفين إن فلان ده ابن فلان. طيب خلاص أبوه يصرف عليه. يا جماعة ده مش لاقي ياكل، إحنا من؟ أبوه يصرف، يعني هنا أكون أحن عليه من أبوه. هذا الكلام هو الذي تردده الناس على ألسنتهم في مثل هذه الأحوال. وعلى هذا فهؤلاء الأطفال أسوأ حالا من الأيتام. طيب يستحقوا الصدقة ولا يستحقوا؟ يستحقوا طبعا، يستحقوا الصدقة. طيب لو في مكان في دار أيتام ممكن نوديهم دار أيتام؟ ما فيش مانع نوديهم دار أيتام تصرف عليهم. طيب والأب ده مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة التي ضيعها. طيب وبعدين نعمل إيه؟ نعزه ونقول له يا فلان اتق الله، انت عندك اولاد لابد وان تراعيهم وان تنفق عليهم وكذا وكذا. هيقول انا فقير، خلاص ما فيش مانع لينفق ذو ساعة من ساعته. ولكن ان تضيع الامانه وترفع يدك عنها بكل هذا الاستهتار حرام. وعليه انه هو يرجع الى اولاده وان ينفق عليهم وان يراعيهم وان يربيهم وان يحسن اليهم كما احسن الله سبحانه وتعالى اليه واودع عنده هذه الامانه التي حرم منها كثير من الناس. طيب المساله الاخرى، هل يجوز تبنيهم؟ التبني مرفوض في الاسلام. جملة وتفصيلا. مفيش حاجه اسمها تبني، ولكن في حاجه اسمها بر وشفقه ورحمه على هؤلاء الاولاد الذين هم في حقيقه الامر اسوأ حالا من اليتيم. نعيد صياغه المساله، هل يجوز استضافتهم مثلا عند الاخ الكريم او الشيخ الكريم؟ ما فيش مانع، انا لما اوي هؤلاء الاولاد عندي وانفق عليهم واقوم على تربيتهم وتعليمهم بالتاكيد يعني لي اجر عند الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. عظيم. طيب الحاجه